آخر، حيث تشارك دولة الكويت العالم إحياء فعاليات اليوم العالمي لهشاشة العظام، والذي خصصت له منظمة الصحة العالمية تاريخ 20 أكتوبر من كل عام ليكون يوما عالميا للتوعية بهذا المرض والتعريف بأساليب الوقاية منه. ويحذر المختصون من خطورة مرض هشاشة العظام، مؤكدين ضرورة تشخيصه مبكرا والاهتمام بعلاجه، خصوصا بعد سن 50 عاما، للحد من التبعات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على الإصابة به. نتابع. الكويتيات هن أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام، إذ تصل النسبة إلى 30%، بينما تقل عند الرجال لتصل إلى 20%. دولة الكويت تحتل مراتب متقدمة عربيا من حيث نسبة الكسور الناجمة عن هشاشة العظام، إذ وصلت النسبة إلى 30%. أكثر نسبة عند السيدات، نظرا لطبيعة الجسمانية والهرمونية عند السيدات، فهم معرضات أكثر لهذا الضعف في نسبة وسماكة العظم، ومعرضات أكثر لمرض هشاشة العظام. وإحنا من ناحية حدوث الكسور، فنسب إصابة الكسور في الكويت في الرجال والسيدات تعتبر من النسب المتوسطة عالميا، فإحنا أعلى من مناطق معينة ثانية في الدول العربية. ثمة عوامل بيئية ووراثية تجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام. هناك اشكالات صحيه منها تاريخ العائلي، فالاباء اذا كان عندهم كسر في الورك هذا يعرضهم لحدوث كسور عند الجيل القادم او الابناء يعني. ايضا التدخين، الكحوليات، امراض السكري، امراض الروماتيزم، استخدام ادويه الكورتيزون بشكل مستمر، الادويه العقليه. آلية واجراءات فحص الهشاشه في المرافق الصحيه مبنيه على مؤشرات ومقاييس معينه. فممكن حتى طبيب الرعاية الأولية بالمستوصف لو شاف أن المريض مثلا عنده مثلا قابلية أن يصير معاه هشاشة، فممكن يتوجه إلى يحوله إلى المستشفى عند اختصاصي الغدد الصماء والهشاشة، يقوم بأخذ التاريخ المرضي ويحدد اللي هي معدل الهشاشة، فالبرسنتج اللي ياخذها هي تحدد هل هو يحتاج أنه يسوي فحص الهشاشة أو لا. الوقاية من مرض هشاشة العظام يبدأ منذ الصغر من خلال اتباع سلوكيات تغذوية صحية، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة. العناصر المهمة حق صحة العظام مثل الكالسيوم، طبعا الكالسيوم وين موجود؟ موجود بالحليب، بالأجبان، بالبينز اللي هو البقوليات، موجودة أيضا بالبروكلي، موجودة أيضا بالمكسرات اللوز والجوز وغيرها. طبعا أيضا من العناصر المهمة فيتامين دال، وفيتامين دال ممكن نحصل عليه عن طريق الشمس. يلقب هذا المرض بأنه مرض صامت، حيث لا تظهر الأعراض والمؤشرات إلا في مراحل متقدمة. إذن هي رسالة ودعوة إلى ضرورة اتباع سلوكيات تغذوية سليمة وممارسة الرياضة، بالإضافة إلى إجراء فحوصات تشخيصية دورية لتفادي الإصابة بهشاشة العظام. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.